وصفتنا النهاردة وصفة طبيعية. عايزة تعملي كرياتين للشعر المجعد، عايزاه للشعر الجاف، عايزة تنعمي شعرك. معانا النهاردة الوصفة الجميلة دي، يلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل كرياتين طبيعي. عندنا هنجيب اي حاجة عندنا نعمل فيها وصفة الكرياتين. هنحط كوباية المية، وهنحط معلقتين من بذر الكتان كده، وهنشغل عليهم النار ونسيبهم لما يفرزوا كل اللي فيهم. بذر الكتان خلصناه من على النار، وشوفوا عامل ازاي وتخن ازاي. هنصفيه، هننزله كده من المصفى. نقول لكم على فوائده دلوقتي. فوائد بذر الكتان العظيمة. النهاردة هنعمل الماسك ده للشعر، ماسك فعال، يعني بجد نتيجته فعالة جدا، بينعم الشعر، الشعر الأكرت، الشعر الجاف، لأنه بيحتوي على الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية، ومرطب للشعر، يعني حاجة ممتازة جدا. عارفين ليه بيرطب الشعر؟ لاحتوائه على المغنيسيوم والمنجنيز والسلفينيك والنحاس، كلها عناصر مفيدة للشعر. كمان لقشر الشعر، لترطيب الشعر، كل ده في بذر الكتان. بذر الكتان فوائده كتيرة جدا، فوائده لا تحصى ولا تعد، ما شاء الله عليه، يعني هينعم شعرك. عايزة تعملي كرياتين وما عندكيش، طبعا الكرياتين غالي جدا، و اسعار دلوقتي اسعار مهولة لعمل الكرياتين. بيلمع الشعر، الشعر الجاف المجعد بيلمعه، بيطريه، بيطير البصيلة بتاعته. كمان عندنا خيارة بشرناها كده، وهناخد المية بتاعتها، معلقتين من عصير الخيار. كمان معلقة عسل، معلقة عسل كده. كمان عندنا معلقة زبادي، المقادير بتاعتنا، معلقتين من بذر الكتان، ومعلقتين من عصير الخيار، ومعلقة زبادي، ومعلقة عسل. كمان عندنا فيتامين د، فيتامين د هننزلها كده كده، بيقوي الشعر، بيديله لمعان فروة الراس لو فيها اي مشاكل، بتخليها جميل جميل قوي. يعني الفيتامين معروف ان هو بيقوي بصيلات الشعر. كمان ما ننساش زيت جوز الهند، هنحط برضو معلقة عليه كده. كل الخليط ده هنقلبه كويس، نقلبه كده كويس. الخليط ده يا جماعة هنعمله يعني مرتين في الأسبوع. هنعمل ايه؟ هناخد الخليط ده وندهن بيه فروة الشعر، ندهنها بيه،
يعني ندعكها شوية. خلطت الوصفة جامد قوي ودمجنا كل المواد مع بعض، العسل والخيار، عصير الخيار والزبادي والفيتامين وزيت جوز الهند، كله اتضرب مع بعضه. وصفة ممتازة جدا. الوصفة ديت هندهنها ونقعد نص ساعة لفين شعرنا كده وقاعدين بيها، وبعدين نغسلها بالمية الدافية بالشامبو بتاعنا. كمان هنعبيها في زجاجة زي دي كده، نعبيها بيها ونرش على شعرنا. ان شاء الله يعني هيتفرد وهيلمع وهيبقى جميل جدا. هتشوفي اللمعان فيه، وهتشوفي فرد كرياتين طبيعي يا جماعة، كرياتين طبيعي. كمان يعني انا عايزة اقول لكم حاجة، الحاجات الطبيعية دي افيد من الكرياتين اللي هو بنعملوه في الكوافير والحاجات دي، لان ده مش طبيعي، ده محطوط عليه مواد كيماوية وبيتلف الشعر اصلا، بيقصفه وبيجعده. لكن الوصفة دي ممتازة جدا، جربوها، ولما تجربوها اعملولي اشتراك في القناة واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللي اول مرة يشوف قناة نيني محمد يشترك في القناة. القناة جميلة وفيها وصفات طبيعية جدا، واستنوني في الوصفة الجاية.